يوم واحد حلقة أعوج ناصبي. شيخ رويلنا رواية الحمار. قلت له ابشر ابشر ابشر. الحمار لف راسه كده زي اللي بقول لك. المهم فالتفت الحمار الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فداك ابي وامي يا رسول الله. تفدي النبي بحمار وحمارة ولا؟ نص الرواية بلا ما اترجمها حتى تكون واضحة عندكم. وروي ان امير المؤمنين عليه السلام قال إن ذلك الحمار كلم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال علي عليه السلام أن الحمار قال بأبي أنت وأمي إن أبي حدثني عن أبيه عن جده. بلغتنا يترجم لنا حتى نفتهم. بعدين شوفوا إيش قال. إنه كان مع النوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال علي عليه السلام مترجم. هذا علي هاي من عندي أوضح لكم. علي عليه السلام مترجم لما قاله الحمار يخرج من صلب هذا مترجم لما قاله نوح عليه السلام عفوا يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. شنو المشكلة؟ الأعجب بقى. نعم. الحمار بيقول للنبي إيه بقى؟ حدثني أبي. ده سند عجيب.